مساء الخير على حضراتكم، معكم الدكتور وليد وهبة المحامي. انا ببقى في غايه الامتنان والسعاده ان انا بطلع مع حضراتكم فيديو، لعل الله يعني يلهمنا ما يفيد وما يساهم ويساعد في انتشار العلم وانتشار الفكر والثقافه والرؤى القانونيه لي ولكم ولحضرات الساده الاساتذه المحامين ولكافه المتابعين على الصفحه. حقيقة أنا بطلع النهاردة في فيديو متعلق بموضوع حساس قوي، وموضوع متعلق بالدفوع القانوني. يعني إيه دفع قانوني؟ الدفع القانوني هو ما يبديه المحامي اللي بيحضر في الجلسة من قول يكتب في المذكرة ويثبت في محضر الجلسة ويقول بلسانه ليقرع به آذان المحكمة، فتنصت له المحكمة وتكون ملزمة بالرد عليه في حكمها وفي حيثيات حكمها. في المسائل الجنائية في دفعين من الدفوع المصارة أو يعني هي غريبة شوية. دفوع يعني أنا ما بستظرفهاش بمعنى أصح، وتناقشت فيها في مع كثير من السادة الزملاء كان عندهم وجهة نظر مختلفة. الدفع الأول وهو مدنية النزاع. يعني ايه مدنية نزاع؟ دفع يبدي استاذ زميل محامي يحضر في قضية جنحة جناية او جنحة مستنفة ويدفع بان النزاع مدني. هل حضرتك تسلب الولاية من المحكمة فتقول بعدم اختصاصها؟ ادفع بعدم الاختصاص. لكن الدفع بالاقرار لا يجوز. الدفع بالاقرار بوقوع الجريمة لا يجوز، كأن حضرتك طالع تقول له الواقعة موجودة أو إن الواقع ثابت. أنا بدفع بثبوت الواقع. بس بدفع بعدم اختصاص المحكمة، ما هو ده مش فكر. أنا لما أدفع بمدنية النزاع، حضرتك تقصد تقول أن هذا النزاع هو نزاع مدني، وإنما يختص بنظره قاضي مدني وليس قاضي جنائي، مما يسلب المحكمة الجنائية اختصاصها، أي أن حضرتك تدفع بعدم الاختصاص الولائي. طب ما تقول أنا بدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضية. لكن حضرتك مش هتقدر تقول كده. ليه؟ لأنه غير منطبق على الواقع. لأن الواقع في حقيقتها جنحة وأقيمت بشكل جنائي وحرر بها محضر في الشرطة أو أقيم بها دعوة جنائية مباشرة وبصحيفة الدعوة الجنائية مباشرة وأعلنت بها النيابة العامة، وأن النيابة العامة أمرت بتحريك الدعوة الجنائية لأمام قاضي جنائي مختص بعد تحقيق فيه أو على الأقل نظرها وأشر عليها بالإحالة. وبالتالي تعتبر الاختصاص واقع لمحكمات جنائية. والنيابة لما تحيل قضية لمحكمة الجنائية ما ينفعش أقول لها ده إحالة النيابة كانت غلط. هو النيابة هتحيل دعوة لمحكمة مدنية؟ ما هو الإحالة بتكون لإحالة جنائية، خلاص المحكمة جنائية. فكيف لي إني أدفع بمدنية نزاع؟ ما أنا بقر بإن في نزاع، أنا بقول إن في نزاع، فأنا هذا الدفع من المنطق القانون السليم في وجهة نظري. أنا تناقشت مع بعض الزملاء، بعضهم قال لي أنا خدت براءة بالدفع ده، الناس الحماسيين قوي. قلت له حضرتك براءتك بنيت على هذا الدفع، حيثيات الحكم، حضرتك مسكت حيثيات حكم المحكمة قريته وقضت المحكمة ببراءة المتهم نظرا لمدنية النزاع. حضرتك ده حر. يعني مثلا انا حضرت، كان عندي جنحه زمان، انا افتكر يمكن من اكتر من 5 سنين حضرت فيها دفع بعدم قبول الدعوين المدنيه والجنائيه لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون، ده دفع. لما المحكمه صدرت حكمها، صدرت منطوق الحكم نفسه بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريقة الذي رسمه القانون، منطوق الحكم بمنطوق الدفع. يعني منطوق الحكم نفسه بمنطوق الدفع. لما مثلا أدفع بانتفاء أركان الجريمة وعدم تصور حدوث الواقع على النحو المبين بالأوراق وعدم معقوليتها وأشكك المحكمة، فترد عليك المحكمة فتقول لك إذ أنه لم يستقر في وجدان المحكمة. يستقر في وجدان المحكمة بنظر أوراق القضية من أن الواقعة المبينة أو المسطرة بالأوراق قد وقعت من المتهم، أو أنها تتشكك في صحة نسبة الواقعة للمتهم.
ده دفع، ده دفع. المحكمة فعلا قضيت مرة بأنها تتشكك في صحة نسبة الواقع المتهم في جنحة إيصال أمانة، وما دفعناش ولا عرضنا دفع ولا عرضنا سداد ولا أي حاجة. محكمة تشككت من صحة نسبة الاتهام المنسوب للمتهم، وإن مفيش حاجة اسمها الوصل الأمانة دوت المتهم ده ليه علاقة بيه. ما قلتش بقى لا ده مدنية نزاع، ده أصله كان نزاع كده مدني، ووصل الأمانة ده يعتبر من الأوراق، ما يعتبرش من الأوراق التجارية، وإنه ده من الأعمال المدنية وبالتالي أدفع مدنية النزاع. ما قلتش كده، لأنه ما ينفعش أقول كده أصلا، غير مقبول عقلا. أنا مش بقول أنا قلت أو ما قلتش، أنا بدي النصيحة لعل النصيحة تفيد، لأن ممكن في موقف تاني تدفع بمدنية النزاع يرد عليك والله السيد المستشار رئيس المحكمة يقول لك أنا آسف، إيه مدنية النزاع دي؟ وجهة نظرك. أنا وجهة نظري الدفاع جنائي، النزاع جنائي. وجهة نظري أنا مش وجهة نظر حضرتك، أنا وجهة نظري النزاع جنائي، حضرتك وجهة نظرك النزاع مدني. خلاص أنت دفعت سبقت في محضر الجلسة، خلاص الحكم بقى لله سبحانه وتعالى، ثم بقى للسيد رئيس المحكمة هو اللي يقرر، هو اللي ينطق بيه، خلاص. لكن ما ينفعش ابدي دفوع من نوع الفرهضه، من نوع اللي يلا الزياده، انا داخل يا جماعه اكحد الصور الضوئيه. يعني يا جماعه بلاش بلاش الاسلوب الرخو، بلاش الاسلوب الرقيق في 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 المعامله. يعني دايما حافظ على شان المهنه وشماختها ورونق حضرتك وقدرك. احضر ادفع دفع جدي، دفع جدي، دفع فعلا يسد عين الشمس. دفع اخر دايما من الدفوع اللي على طول بتتكتب في كل المذكرات في الاخر بعد انتفاء اركان الجريمه وعدم معقوليه الواقع على النحو المبين في الاوراق، كيديه النزاع وتلفيق. يعني ايه كيديه النزاع وتلفيق؟ برضه ده سؤال برضو اسألوه للسادة الزملاء، ماذا تعني كلمة كيدية النزاع وتلفيق؟ ما هو لو النزاع كيدي هتعمل عليه جنحة بلاغ كاذب، جنحة مباشرة أو بمحضر في قسم الشرطة ويوجه من النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية المختصة. لو البلاغ كيدي طب ادفع بس بانتفاء أركان الجريمة وخد البراءة وبعد كده اثبت الكيدية. عايز تدعي فرعي بالبلاغ الكاذب في الجنحة ماشي، لكن مش بدفع بكيدية النزاع. طب انت بتدفع بالكيدية، طب ما هو شيء طبيعي انت اصلا طالب البراء، ما هو لازم النزاع بالنسبة لك يبقى كيد. ايه الجديد في كده؟ ايه وجه هذا الدفع؟ ايه اهميته؟ انه كتب في مذكرة ويتسبب ويتحط من ضمن اسباب كتابة حضرتك في مذكرة. ما قدرة هذا الدفع في التأثير على يقين المحكمة الجنائية بإصدار حكم بالبراءة؟ يعني دي وجهة نظري أنا، يعني اختصارا طبعا أنا بس وضحت وجهة نظري حتى يعني يثير الفكر في لدى السادة الزملاء ويحاولوا يتناقشوا أيضا معايا ويراسلوني زي المعتاد. يعني احنا ما بنستغناش عن بعض حقيقه، انا وكل ساده الزملاء يعني اساتذتي واصدقائي والزملاء من كافه انحاء الجمهوريه حقيقه يعني، ومن بلدان عربيه ايضا اللي بيراسلوني، يعني ده شرف ليا. فانا بس حبيت اثير هذا الدفعان لعلي الفت وجهه نظر حضراتكم بانه لا اهميه للاسترسال في مذكرات الدفاع وكتابه مذكرات دفاع فيها دفوع كتير لن تنظرها المحكمة ولن يستفيد منها المتهم. أأمل أن أكون أديت ما أردت أن أبديه وما أردت أن أخرجه وأوضحه، ولا أملي عليكم فيه من شيء. يعني أنا ما بفرضش حاجة على حضرتك، أنا بس بوضح وجهة نظري، وببقى سعيد جدا لما بتكلم مع حضراتكم. كل عام وحضراتكم بخير ورمضان كريم، ودايما يعود علينا وعلى حضراتكم بالخير. شكرا جزيلا.